بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله أجمعين. والحصف في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بينوا. لا درس في شداء معنى شعر كما كرت بابين السر مطلب بعدين. والأصل في الفاعل أما سرتا حكمي حوتما لم الفيدا لموريدي فاعله ليرا بدوا وتاتوا دبيت إذا مي حكمي حوتما كمطلبك دور دريجو أويش توضيح القراء ألك هكا وكو أصل ضلك تماشاكي أصل فاعله وأن يتصل متصل بيت واتا متصل بيت يوا بعاملك يوا بلا ولسوي في المعمول أم في المفعول أن ينفصل أصل المفعول أو منفصل بلا عاملك، يعني بين مفعول عامل فاعل ببت أصل واي أول فعل عامل كفعل بياشي مفعل بكارمانية دون فاعل أم ذا مفعول أما أصلا بلا أما الزمينة خوش دكا بو بحثي بعدي على وقد يجاء بخلاف الأصل هند يجار أمشت رودة دا أمشت ديتا بيشوا أما بيشواني أصلا أصل أو أبوك أول فعل بيو دواي فاعل ودواي مفعول بي أم أصلا تغيير ذاك أتشون وقد يجيء المفعول قبل شيء جاري وفاعل ديتا دوا ومفعول ديتا بيشوا نخي جاري وقد يجيء المفعول قبل الفعل هاي هو مفعول الريك دي بيش فعلك أجدك بيتوا أما أنا لنحو دا قواعد بياني دا كابو يما أمجا فوائدي أمشتتشيا واقعاً رتيبة نحونية رتيبة بلاغية لا بلاغة جدا رتيبة علمي معانية خاصة وأخر المفعول إن لبس حزر أو أضمر الفاعل غير منحصر على مفعول دوابخة باشا مفعول خرد واوا اگر التباس يقبو عرضي جناب الدكم التباس يق محزور بو ليركان دا بو اود بو كخويلة بباريزي مفعول خرد واوا يا لصورتي تشكدا او اضمر الفاعل غير منحصر يا فاعلك عرضي جناب الدكم زمير بو ومنحصر جنبو يعني أداة حصر دسر نبو فاعل كمان زميري متصل بو وكو تاء ضربتو فرضا كزميري متصلة لو صورة دا إمكاني بيشكوتني مفعول نيا أبدا بحثيك زوري قسل سرا أحكامي مفعول شونا والله اگر توانیم لم درسایان نم توانی لب ل آخری بحث کده کوی که موبوت شتی زورتر هه که ابن مالک لیرج دا توجهی پینه که دوال تفسیرش دا توجهی پینه کلمه متاسفانه زور سیرا لیر دا قبلن کتاب یک مختصره به هر حال بلان تفسیر کتابی کی مفصله دبی علی دا بررسیب کده لیرج دا دبینی بررسینه کدو جربة بروين أو ندب زاني تشندبت والحصف للتاء في فعل مسند إلى جنس المؤنث الحقيقي نحو نعم الفتاة وبئس المرأة استحسنوا بس الحصف مفعول بو استحسنوا حصف بوتي لفعلك كفعلك إسناد راوة برو جنس مؤنث حقيقي نقبل مؤنث حقيقي برو جنس مؤنث حقيقي وكو نعم الفتاة لا أها باش جنسی کی باش جنسی کی خانم کی جوان فرزن چه هند آو یا خراب جنسی کی جنان فرزن خانم هند فرزن اما ام حسابوته بجوان یانزانی و بو چون که لان قصد الجنس فيه على سبيل المبالغه في المدح او الذم بين چون که مبستی جنسک فيه أرزي زناب الدكم لوني عمل فتاة دا بجهة مبالغة لمدحة يا مبالغة لزمة
بين أشكراي واضح رنا الواقع ده يعني دي هي بلي أو بلي كمفردكة ولنعم الفتاة هند فرزان عرزي زناب دكم أم مفردك يا مثلا تقول الفتاة كالدوا نعمة وهاتوا عرزي زناب دكم أم مقصود نيا حالي رزم دبي بلكو مقصود جنسكيا جنسي فتاتكيا نج أم فتاتيا دي تأنيسي جنسي تأنيسي كي حقيقينيا وكو تأنيسي جمع وياك تأنيسي تيا غير حقيقية يعني هل لو قبل قماشة ودي ولفظ الجنسي مذكر لفظ جنس مذكر يعني وكو يقول بيتي نعم جنس الفتاتي وكو آوي يقول بي يعني أو ألا آوي ليك وكو يقول بيتي نعم جنس الفتاتي فلان 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 كسفرصة زور شاكا ويجوز التاني سبحان على مختلط الظاهري أما أجر صرف نظر لزين سكبكي دروستا بباري ظاهري تونك فتاة مؤنسي حقيقية أتوب لي نعمة الفتاة هيتش شيكي تدانية فتقول نعمة الفتاة نعمة الفتاة وبئسة المرأة أو تائرة تو والأصل حكم حوتمك لو حكمانيك كتاريخ عندمانا لا موردي فاعل والأصل في الفاعل أن يتصل أما أصله كفاعل أبيت بيت متصل ببيتي بفعله أتب زي بفعله بكتاب بعامله باشتري جبو ألبتا تشونك عارفي الفاعل إنيا عاملي كشبان هن كواتيا فاعله هي لواقع ده أرزي بلادري خمكم أوكد على أصل لفاعل ده أويا أبم كلمة بكلمة أصل ابن مالك الرد داته ولا سر أخفشو همو أواني كبيان وايا إما دلين لفاعل مفعول دا أصل فاعلة بلان أخفش دلين فاعل أصلك مفعولش أصلك يعني دلين هدو كان هريكي أصلك أما بلاي همو جمهور علماء ونا أصل أصلك فاعلة أو كيك أصلنية وجونك فاعل عمدية لكلام ده بلا مفعول عمدية كلامني لو قلوك خندو معنا بس أوياك متصل ببتيا وبا عاملك يوا عاملك هرشي به أوياك وابيا ويتبت لواقع متصل بيت زرتك أم جا قسل سر أوبكين كألين خوي دلي بو شونك لأنه كالجزء منه فاعل وأكبرش يقوى منه التي لفعل وبويش دبي متصل بيبا فعل شونك دلو وكو جزء يقوى لفعل قسلو بكري بتشير أزان كفاعل وأكبرش يقوى التي لفعل دليل أول أويا كعلامة رفعة لأمثلة خمسة دا تشيا علامة رفعة لأمثلة خمسة دا نونة إثبات نونة لأمثلة خمسة دا هركات النون ما هي ونشانتها رفعية مرفع بني فعلك ويا دي أو نونة لدوا فعلك وديت ولب أها علامة مرفع بني فعلك تيا بوكا نونة كنية بس يضرباني علامة مرفع بني يضرباني تيا نونة كيا دي دبويا أجد أجر فاعل جزء أجنبي لفعلك أبيان نونة بيش ألفك أبوها أيوانيا دي أساك دعا كوتوا آخر أظن تيكي زريفة آوا لما طلبك حالي بوي هاتي يضرباني دلين مرفوعة أي نشان رفع كيسيا والله سبوتي نونة كيا دي خولو لاشو فاعلي تدايا دي فاعل أجنبينية بيقانانية بو يفعل وكا فاز وكو جزء اقليه ويا بويا نيو نكاتو تدواوا شونك اقا او الفا جزء اقل لو فعلا نبوايا دبويا او نيو نبيش الفا كبكوتايا لا يزريبو نجدا هروايا لا تزريبي نجدا هروايا لا امثلة خمسة لا كلنا هروايا اما دليلك لا واقع دا ليه بحال بيباوكا او ياداشكو با دليلي چكشايا بابي بلو دليل شكاوية هل شرح مسيلة لباسي نصرتوها كدروسيكا
دلوتا از جهت شدت اتصال بفعل شدی چی آوایا وقتی ضربتو یا نصرتو درستی که دل او تی چونکه شدت اتصالی هی بفعل و ما قبلی که ما چلی کرد ساکن کرد یعنی چی اما خو درست بلین ضربتو ضربتو اما که درستا کاته که فاعل جزء لفعل نبید چونکه چوا حرف دین سؤال حرف دين بدو ياك مفتوح متحركا خو مكروه الادبيات العرب ده بلان كات فاعل جزء اجنبيت اشكاليه ثانيه چونك لي بده دو كلمه بلان استي چونك فاعل يان ببشكل فعل كداناوا دلي ضربت ضربنا اها ما قبل فاعل كتل دكي ساكن دكي بو چونك كاك فاعل بشكل فعلك او كاته د بيبليتي وكوا قلت بيت اجل اجا ونويا دي مانتي ضربته دي توالي اربع حركات وكخند معنا غلط الادبيات ولا بر او فعلك فاعلك كتيك يا جزئك لكلمه وديني بيشوي بساكن دكي بوي او محذوره رندا كتشوار حرفي متحرك بشي سري هم بين فاز اسي ضربته درس جمله يا بلا حكم كلمي كي بودك للواقع ده عالم حالي بي اذا درست ضربت كلميه كا بلم دو كلمه جمله فعل فاعله بلا لا واقع حكمي تي بودك ليه كلميه كي بودك ليه اما دقتك مفعول شنكا جزء اقل فعلنيا مثلا دلين ضربنا انا كيف كبه مفعول دلين تي ضربنا وايا تقول لي اصلا وابدا ما قبل كي بو ساكن ناكي ضربنا شوار حرفيش بس سري هم دو هاتوا دمت تولي اربع حركات رونا داو بو شون كضرب كلميك ناك كلميك ضربك شوار حرفا هر شواريا متحركا تولي اربع حركات رونا داو بو شون كافك جزء اجني لا فعلك اجا جزء بو يا دبا ايش مثلك دايا ساكن تك دايا ما قبل كي اما دليلك لا مثل باش حاربي دليلي بعديش من اويا كهر فعلك فاعلي بيوستا بقولي سنيد الله هر فعلك فاعلي جركا فعلي بفاعل لسد بشتي ارز وجودي نيا بلا نزور فعل من هي مفعولي هر نيا ما قوانيا خو سبني بما بالرصيف في الادبيات العربيه باور كفعلي لازم زورت له يعني او فعلانه كفقد فاعل يعني هي ومفعول يعني زورت پس اگر مفعول اصل بوایا دبویا هر چی فعل مفعولی بوایا و کو فاعلی هيا بلان لو وقتی که فاعل اصلا دبی همو فعل فاعلی ببی اما چون که مفعول فرعا همو فعل مفعولی نیا اما سی دلیل لسلوا کدا فرمی لانه کل جزء منه که ان شاء الله لم حالی بوی دو اوان أفرمي والأصل في المفعول أن ينفصل أصل لمفعول أويا أن ينفصل عن فعله كجياب بيتولتي بابجان عن فعله والأصل في المفعول أن ينفصل عن فعله لفعلك جداوة بيت فاصلة بكوية لبينيان دا شكا لأنه فضلة شكا فضلة فضلة يعني زائدة زائد بمعنانا بيكار وبدر نخورا أو غلطة أو تفسيرية فضل كارتي كبون بحث كدوي او تفسير ابن شام تفسيري كي دقيقه كده فرمي اسمي فضل باسمك دلن لدوا هاتني مسند مسؤول اليه وبيت يعني ركني كلام نبيت رفع عمدي كلامه او كلدوا رفع او دي بيرنتي فضل بم اعتباره فضل يا كدوا توابوني كلامك كمسند مسند اليه أما مفعولك ليه بيضلن فضلا نبو اعتبارك قبلين ولا بيكارو نانا إما الأدبيات العربية شتي بيكارو اشتمانية هرتشي هي الأدبيات العربية داري وظيفيك محدود ومشخصي خويتي اشتي بيكار من نية مال الأدبيات بو معناها شكا لأنه فضل نكو ضرب زيد عمر نيسي كالير دا عمر فاصلي بودر زبوال لقى ضربك كعملكاتي بزيد كأما أصلا أما أصلا بلان وقد يجاوب بخلاف الأصل هان ديجار خلاف أم أصل ديتا بيشاو فيقدم المفعول على الفاعل مفعول بيش فاعل دكيوت وكوتي ضرب عمرا زيد ليرجد أما نيفر ما بلان كاتيكا كقرينة ببي قرينة كاتيا بوني
الاعراب لفظيه اما اللي ما تجنات چونك هم عمل هم زيد لو اسمانا كاعراب لفظي وردجرن دي دزاني كاك او منصوبه مفعوله باب يشكوبيت او مرفوع فاعله بعد يشكوبيت. وقد يجيء المفعول قبل الفعل نحو فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله. هند يجار مفعول بيش فعلك جديد البت اما ليردا ظاهرا ام بريزا اوكو شارح به خوا درجات عليك اشاره بينا كدوا بلان بيش كوتيني مفعول بسر فعل ده دوبش باوكي من يعني مفعول كبيش فعل كبه دوبش بشي كي جائزية وكو ام مثالي كشارح ذكري كرت استيف فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة دو فريقا تكرار بوتوان فريقا اول مفعول هدا هدا فعليك بوزا لفظ جلالة دي ستو كلف يشودها وفريقا حق عليهم الضلالة اها آه امش هربو جوري نا حق عليهم الضلالة الضلالة فاعلك يتي مؤنسة بلان شنك فاصلة لبين فاعلك وحق داك وتوب عليهم تيتا نسمان لحقك الدوة وافرين بدي فريقا مفعول حقي وبيشي كوتو ويا بوكا اها اما جائزية يعني اما واجبني اللي ردا كفريقا بيش كوتو بلا البتة شنك قرآن قم بمن دسكاري ناكري ولي تين زبلان لكلامك كغير قران به اتو اتواني مفعولك بيني ودوا حج شيء كده دانيه بغينا قامك قران ابويا دروس بلي هدا فريق حج شيء نبو لم حال يبوك اما بشي جائزك بلان بشي واجبك ها كاتيك مفعول كمان لو نبو كصدارتي بو وقت مفعول كمان لو اسم نبو كداري صدارت بو واجب بيشكوي وكوتي فأي آيات الله مثلا تنكرون فأي آيات الله تنكرون يستلير دا تنكرون فعل فاعل أي كما فعل لك أي يا آها أو بيشكوتو أما واجبة آيات الله تنكرون والله نظام آية سحوزي زين من اللي شودة بلا مشكلين الويدة دوزي ثاني أي رحمة خالي بي حال يرزم دبي أو واجب لداتيا فيش كي حل شوين لآخري سوري مصلاة شامانة فبأي حديث بعده يؤمن نوايا لشوين كجدا هي فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون شتيش آوش من هي أو فبأي حديث لها المفعول به لو أغاد جونك ألغة اليد أو با حرف جر برا أما كخن ما نهر مستقيم تيا مفعول به يا مثلا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أي اسم شرط باوك اللي يدا دي تما شابك أو واجب بيشكوي أيما تدعو أيما تدعو إذا تدعو لذلك أنا دا فعل فاعل شنك فاعلك واوكايا دي أيو مفعولك يتيبو چونك أداتي شرط وكو أداتي استفام داري صدارت أما صورة يقلو صورة واجبانا صورة دوام كزاهرا أم صورة الزورة ابن حازم فرميتي مفعول واجب بيش فعل كيو كاتك عاملك لدوا في وقرار بقدت وغيري أو مفعولي منصوبة چكاش نبي بيو سرقرم بيت وكو فأما اليتيمة يسم عاملك لدوافي وقلقتك لا تقهر ها فلا تقهر وتقهر بظاهر بروالته بمقدري شتى منصوب غير يتيمة شقنابة عملية دابك البتة أصلي عبارتك كفاكه أيلي خدا برحمتك لشوين كان نصيب ما بقى ويدوزم خو أمن لش ما نشت أم بلا وبر بيا كل خليك بخوا معظم أنت جت يا خوا شايدة أي بناء بخدا ولا ينصيبهم نحزانا
انا باخذ ناس انا والله يا دوم زي نفقه تنو دانو سيو بلان الله اعلم نمو سيو والله بلا يا هاد اوي او قاعدك عازم كدي بلان جورج كبوكا بلين فاكهي اشارتي بيا كرت بلا زور باش تار حلبي باوكا زور تشك الم دو صورة هذا واجبة مفعولة كمان تيا بيش بكيت وأخر المفعول وقدم الفاعل وجوبا على مفعول ودواخو فاعل جوا بيش خب واجبي كي أما الصورة ككوا واقعا واجبة أرزي زناب دا كم فاعل تيا بيش بكيت رحمتي خالي أفر بي أيوش كاتيكا كوا إن لبس بينهما حذرة يعني إن حذرة لبس أو أعوى لبس فاعلة ناي فاعلة بو حذريك حذري مسكوتي ليك تفسيريك أتو أعوى يعني إن حذرة لبس أجر حذر ترسي التباس بو أعوى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أجر حذر ما ترسي التباس بو أتؤخر المفعول مفعول بخلد واوا مثلا شون كأن لم يظهر الإعراب مثلا أو التباسك جي حزرة وعليكم السلام ورحمة الله كاتك كإعرابتيا ظاهر نبت أوش كاتك ولا قرينة اللقل أوشا كإعراب ظاهر نبت هيج قرينة هيج نبت كأبوي كجي وكي وكو ضرب موسى عيسى يستي موسى أي رحمة إخواني به أخرك اسمي أخرك ألف مقصورة عيسى أخرك ألف مقصورة حش قرينية يعني مصادة وأنا العيسى لا عيسى تمان المصادة أبو خد شيء خد تفرقك يعني جاء ليرة دا واجب مفعول دواك بو إذ رتبة الفاعل التقديمه لبر أو رتبة فاعل تقديمه لبيش ويا طيب بلام ولو أخرى أما أجر لصورتك دواب كبير لم يعلم نازان دريت هيج بلغيك ماني امج جاي وكين بلان فإن كان ثمة قرينة جاز التأخير كاتيك لوي دا قرينة يقبو اي رحمتي خوال لبي جائزة شيا دواب كويت وكو اكل لكم مثرى موسى واظنت اما اظنت سعد الحمى كقرينه يكبو جا قرينه كقرينه حال ومقام بو هرشت يكبو درستا دواكي فاعل تولكم مصركم ثاني هرميه دي ناكله تفاعل بو موسى موسى مفعول به ديار موسى او كاردك هرميه اخو اخو هرميه موسى اخو يا اظنت سعد الحمى حمى يعني تي تبولرس تبولرس سعد خان ميدا غيرت دي خو دياره كسعداء مفعولة شونك عاملك حماية أيوانيا حما أو خان مداد أقري خان ما كتب لرزيدان أقري أيوانيا أبا مقصما ما ولا سر إيرا هر أون دني لدرسي بعدي دا بيرم بينوا مطلبه زور زور ضروري وكم تلك إشاري بكراوا لسر أو هيك لو صورتان داك هدو كان آخر إعرابيان تيا ظاهر نبي شانزه صوره دقريته وبقدر زياتريش هو بيدم بينه وبدرسي بعدي ان شاء الله حضوري ذهن البيت وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.